بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيد عليكم الأيام بالخير والسعادة والهنا. هنعمل مع بعض دلوقتي طريقة الحمص والترمس بتاع العيد. طبعا من أحلى حاجة بناكلها في العيد الحمص والترمس والفول والحلبة. ده الحمص بتاعنا، حمص الشام، احنا بنستخدم حمص الشام. وطبعا الترمس بتاعنا، الترمس احنا مستخدمينه هنا ترمس حلو، ترمس الحلو ما بيغيبش في السوى، يدوب احنا بننقعه من بالليل لحد الصبح وبعد كده بنسلقه بيبقى جاهز للأكل. لكن لو ترمس مر انت لازم تنقعي 3-4 ايام وتغيري عليه في المية بتاعته عشان المرارة بتاعته تروح قبل التسوية. احنا هننقعه في المية من بالليل لحد الصبح. وده الفول بتاعنا بردك نقيناه وغسلناه كويس جدا، وهننقعه في المية بردك لمدة يوم وبعد كده هنسويه. نرجع مع بعض مرة تانية. ده الحمص والترمس بتاعنا بعد ما نقعناه في المية من بالليل لحد الصبح، نفش وكميته زادت بالشكل دوت. احنا دلوقتي الخطوة اللي جاية ان احنا هنرفعه على النار عشان يستوي. الحمص والترمس بتاعنا اهو رفعناه في حلة على النار، احنا هنسيبه على النار طبعا في مية جديدة، هنسيبه لحد ما يستوي تماما. الحمص والترمس بتاعنا اهوت احنا رافعينه على النار بيسلق، هنشيل الرغوة من عليه ونسيبه يكمل سواه. الحمص والترمس بتاعنا خلاص استوى بقى بالشكل دوت. طبعا هتعرفي انه استوى ازاي، بتمسكي واحدة بتتكي عليها وتشوفيها خلاص هي ما بقتش ناشفة جامدة قابلة للأكل. احنا هنسيبه لحد ما يبرد، هنصفي المية بتاعته ونسيبه لحد ما يبرد قبل ما نملحه. ده الفول بتاعنا بعد ما نقعناه يوم كامل في المية، نفش بردك وكميته زادت بالشكل دوت. الخطوة الجاية ان احنا هنرفعه على النار عشان يستوي. الفول بتاعي هو غمرته بالمية كتيرة جدا في الحلة وحغطي عليه وحسيبه يستوي براحته، هحطه على نار هادية لحد ما يستوي تماما. الحمص والترمس بتاعنا هو بعد ما سلقناه خلاص صفيناه من المية بتاعته، وبعد ما برد حطيناه عليه مية جديدة. المية دي بقى اللي احنا هنملح فيها الحمص والترمس. احنا بنحط عليه الملح والكمون، ولو عايز حبة ان انت تحطي شطة. طبعا الملح ده بالكميه اللي انت عايزاه، عايزاه حادق قوي بتزودي اللي انت حباه، الكميه اللي انت عايزاها. ونحط الكمون برضك بالكميه اللي انت عايزاها، حابه ان انت تضيفي شطه براحتك. كده الحمص والترمس بتاعنا جاهز، بتسيبيه منقوع في الميه بالملح ديت مش اقل من 3-4 ساعات عشان يتشرب منها، وبعد كده يبقى جاهز للتقديم. طبعا احنا بنضيف الليمون وقت التقديم. احنا عندنا هنا الفول بتاعنا برضك خلاص بعد ما استوى سبناه يبرد خالص وصفناه من المية بتاعته، هو دلوقتي جاهز للتقديم وللأكل. بتضيفي الملح برضك حسب الرغبة، حابة ان انت تضيفي شطة، حابة ان انت تضيفي سماء، حابة ان انت تضيفي اي توابل منكهة اللي انت حباه واللي يريحك. احنا كمان سلقنا معاه شوية حمص، انا دلوقتي الفول بتاعنا دلوقتي خلاص جاهز، وبنقدم له لو حابه تضيفي اي شيء تاني اللي يريحك. احنا بنحط عليه الليمون بردك وقت التقديم. وبالهنا والشفا، كل سنه وانتم طيبين.